راح نبدا في تجهيز كيكه الفراوله او المعروفه بالفريزي. فيها خطوتين يعني في التجهيز، وبعدين فيها خطوه ثانيه، لكن يعني مش صعبه بس عن جد حلوه وشكلها كمان حلو. عندنا العجينه او البسكوي، الكيكه الاسفنجيه اذا بتريدوا. في عندي هون 4 حبات بيض، عندي نشا، طحين وكميه من السكر. راح اخفق الطحين قصدي السكر مع البيض، وطبعا الفانيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اشتغل هيك على راحتي. ضيف كمية السكر، والملعقة طبعا، او يعني هل لانه على سائل فراح احط تقريبا ملعقة صغيرة فانيلا. بدو الخليط هذا لا يبيض ويتضاعف الحجم بتاعه، ضروري هالخطوة لنجاح الكيكة الاسفنجية. انتم شايفين المواد تاعها يعني ما مش كثيرة، بس الأهم خطوة هي الخطوة الأولى، خفق البيض مع السكر والفانيلا، تجهيز الكريم باتيسير أو كريمة الكاستر. هون اللي خفقناهم البيض مع السكر والفانيلا مثل ما قلت لكم لنحصل على هذا البياض او على هذا الخليط مثل هيك، يتضاعف الحجم تاعه ويكون ليش نقول الكيكه الاسفنجيه مثل فعلا الاسفنج. وشغله مهمه كمان، حتى لو انا ناخله الطحين والنشا بس برضو برجع مره ثانيه بنخلهم، وخصوصا لما نجهز هيك وعلى بال ما يطلع البيض خصوصا النشا بيعمل مثل تكتلات ويمكن ينزع لك او يبقى هيك حبيبات في ما يختلطش مع هذا الخليط الاسفنجي، خصوصا لما يكون هيك. وطبعا بدون خفاقه راح نضيف المكونات الجافه اللي هما الطحين والنشا بواسطه سباتولا او ملعقة، وشوي شوي مش مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخلط شوي شوي. نزيد كمان، ممكن اخذ بالملعقة. وتخلطوا شوي شوي باش ما تضيعوش هذاك القوام تاع البيض والسكر. هذا هو الخليط تاعنا يكون هيك. انا مجهزه هون صينيه دهنتها وحطيت لها كمان طحين، رشيتها بالطحين وحاطه ورق الشمع، ضروريه هالورقه تسهل عليك بعدين التعامل مع العجينه مع الكيكه قصدي، وكيف تجي ليها يعني حتى لما تجي تطلعيها من الصينيه، حتى لو راكي دهنتها ورشه بالطحين بس لما هذه الورقه بسرعه تشيليها من الصينيه. ونسكب الخليط في الصينيه، وطبعا انا مسخنه الفرن 400 درجه فارنهايت. شايفين الخليط كيف يكون؟ وتساوي طبعا السطح تاعها باش ما يطلعلكش جهه منتفخه عن جهه او اكبر من الثانيه. وراح احطها في الفرن اللي مثل ما خبرتكم مسخنته 400 درجه فارنهايت بين 30 ل 35 دقيقه.
وراح نحطها وبرجع نبدا في تجهيز كريمة الباتيسير اللي بها بعدين راح تكون بداية، يعني انه نجهز لكريم لاكريم موسلين او كريمة الموسلين. حطيت الكيكة الاسفنجية بالفرن، راح تنخبز من 30 ل 35 وعلى درجة 400 في الأول، وبعدين بس شوي نقص لها 350 أو حتى 360 على بال ما تجهز. راح نبدأ نجهز الكريم باتيسير، وبعدين الخطوة اللي بعدها بعد ما نجهز كريم باتيسير نجهز معها هي نفسها تحولها لك لكريم موسلين. عندي هون كزرولة، ودايما النصيحة اللي بعطيها لكم لأنه أنا مجربتها وهي فعلا ضابطة معايا، بغسلها بالمي باردة أو بحط ثلج هيك، بس بغسلهم وبرجع أكب المي ما مسحهاش. بحط بستعمل لما نجهز الكريم باتيسير ما تلزقليش في قاع الطنجرة أو الوعاء اللي حضروها فيه. عندي 500 مللتر حليب، راح أحطهم على النار وراح اخفق حبتين بيض مع 100 غرام سكر، وطبعا الفانيلا مهمة. وراح احط السكر كمان مرة واحدة، كمية السكر كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحليب قرب يغلي معايا، بمجرد ما يغلي راح نخلط، راح تشوفوا كيف نعمل الطريقة. عندي هون كمية النشا راح ضيفها مرة واحدة ونخلط خلط خفيف، مش لازم يعني نبدأ نكمل الخفق تاعها. بس نخلطها، شايفين بمجرد ما يغلي عندي الحليب بتشيلوه وتحطوا منه كمية في البيض، هاي اسمها بخيلافمون بالفرنسي، يعني باخد كمية وبحطها هون بخلطها، بجهز البيض انه يستقبل باقي كمية الحليب بدل ما نرمي عليه هيك مرة واحدة كل الكمية، ممكن نحوله لأومليت. وانا راح احتاج هون لخفاقة يدوية بخلط بهالطريقة، وبعدين راح نسكب كل الكمية في الكازارولا ونكفي نجهز لكريم باتيسير أو كريمة الكاستر. وطبعا لازم تنزلوا كله لأنه مهم، فيه النشا فيه البيض كل شيء، وخصوصا النشا لو ما نزلتيش الكمية كلها ممكن ما تطلع لكش، ما تجمدش معاك وتبلشي على طول تخلطي، هاي مهمة جدا. مش لازم تتوقفي عن او تتوقفوا عن خلط المزيج هذا، بمجرد ما نتوقف يجمد يتكلس في قاع الطنجرة ويتحرق. وإذا شفتوا أنه بدأ يجمد معاك أو راح يفيض فبتشيلوه من على النار وتكافي الخلط بتاعه، المهم ما توقفيش عن الخلط. أنا حتى مرات لما نشوف هيك بطلعه من على النار بخلط وبرجعه كمان. مهم تعملي بهالطريقة وبسرعة لتحصلي على هذا الكريمة هيك. ترجعيها على النار بمجرد ما تبدأ تعمل فقاعات، لأنه احنا هنا مش محتاجين يعني الشغلة تستوي أو شيء، بس هذا النشا ما يبقاش الطعم تاعه.
قرب لي الكاميرا الله يرضى عليك. هيك تبدأ تعمل فقاعات، يعني خلاص نبعدها من على النار ونسكبها في وعاء أو أي شيء، ولازم تبرد. ضروري تغيري لها، تفضيها من الكزر ولا جهزتيها فيها في مكان تاني. انا الحين راح خليها لتبرد. طيب انا راح خليها هيك لتبرد، بس اذا ما حميتهاش راح تعمل قشره، يعني فينا نشيل هالقشره بس تروحي من يعني كميه من الكريم باتيسيير او كريمه الكاستر. فشو تسوي؟ اما تاخذي كميه من الزبده وتدهني بها وش الكريم باتيسيير على بال ما تبرد، او تاخذي كميه من السكر وترشيها عليه، فنفس الشيء. المهم تعملي لها نوع من الحمايه باش ما تعملش قشره وبعدين يمكن حتى تخرب لك. فانا مثلا برش هيك كميه من السكر، هذه الكميه مع تاع السكر راح تعمل مثل الرطوبه ومش راح تعمل قشره فوق الكريم باتيسير. وما تعمليش ما تحطيش كثير لانه فيه كميه مليحه، يعني 100 غرام مش كثير، بس باش ما تزيديش تطلع حلوه. انا اليوم ما عملت لهاش الزبده لانه راح بعدين نجهزها على طريق موسلين، وموسلين هذا هو المبدا تاعها. كريم باتيسير لما تبرد نخفقها ونبدا نضيف في الزبده، فعشان هيك ما دهنتهاش بالزبده، حطيت السكر. انا راح نجيب لكم على بال ما تبرد ونخفقها مع الزبده. راح نجيب الكيكه الاسفنجيه ونبدا نوريكم خطوات كمان تجهيز الكيكه الاسفنجيه وكيف نحط الفراوله وكل الخطوات الجايه. الكيكه الاسفنجيه جهزت، وطبعا راهي سخونه، مش راح اقدر نستعملها هلا. الحين انا راح عندي مجهزه وحده من قبل وبارده، بس قبل ما نبدا نجهز فيها راح نحط الكريمه، الكريم باتيسير هون، نخفقها ونبدا نضيف لها الزبده شوي شوي. طبعا لما تبرد تجمد هيك. ونبدا نضيف الزبده شوي شوي. نوقف شوي لانه بدي نخلط ونتاكد انه كل الكريمه تاخذ كميه الزبده. وهالكريمه روعه كثير، عن جد كثير طيبه، وشايفين انه المبدا تاعها سهل كثير. هي الكريم باتيسير نضيف لها بعد ما تبرد مثل ما شفتوا، نبدا نضيف لها في الكميه من الزبده. فيه اللي يحبوا ينكهوها كمان بشويه فراوله، يطحنوا الفراوله يعني كولي، خلي يرجعوها مثل العصير بس ثقيل كثيف، ويضيفوا باش ينكهوا هذه الكريم موسلين. راح نخليها تنخفق على هاي سرعه خفيفه، وراح نكفي قدامكم. انا خليت هذه باش لانه هون راح نوريكم طريقه عمل كيكه الفراوله او الفخيزي. اول شيء عندي لاسيتات، هي نوع من البلاستيك، بس يعني مش ضروري اذا ما عندكش مش راح يمنعك باش تعملي هذه الكيكه، بس هذا يحمي الكيكه خصوص لما تكون هيك صواني على الومنيوم او شيء يكون بين الكيكه والصينيه، فهي شغله مهمه. ونجيب حبات الفراوله ونبدا نحط فيهم هيك بهالطريقه.
هيك هون انا كفيت هالمرحله. الكريمه تاعنا جهزت، كريمه المسلين. راح تكون بهذا الشكل. هيك مثل ما قلت، اللي يحب نكهه الفراوله يعني يبرز الفراوله اكثر، ممكن تطحنوا شويه فراوله تصفوها لانه يكون فيها مثل البذور هيك، وتضيفوها لتنكهوا الكريم موسلين. عندي قدر مجهزه، قدر نفس الكميه مي وسكر، نحطهم على النار بمجرد ما يغلو، نخفف شويه النار، يغلي بين 5 إلى 10 دقائق ماكسيموم وخلاص، وتحتفظي به هو اللي تسقي به الكيكات اللي تعمليهم. انا هون نفس القطر هذا اللي جهزته على المي والسكر، اخذت منه كميه، طحنت بها الفراوله وبعدين صفيتها، هي اللي راح نسقي بها الكيكه تاعي. فيكي حتى اذا تكون هاي صعبه عليك مثلا، تحطي اول شيء، راح نوريكم الطريقه الثانيه، تحطي اول شيء الكيكه وبعدين ترجعي تحطي الفراوله بهالطريقه. وشايفين انا مخليه حتى الورق، ليش قلت لكم مهم هالورقه الشمع، راح تساعدك كثير بعدين كيف تشيلي وتتعاملي مع الكيكه. فلو حطيتوا فيه طريقتين، اما نحط الفراوله وبعدين نحط الكيكه، اذا عملنا هالطريقه نضطر نقص من الكيكه نفسها لانه راح الفراوله تاخذ مكان، او تحطي الكيكه نسقيها القطر اللي حكيت لكم عليه، جهزته بالفراوله وهذا القطر اللي من السكر والمي، يعطيها نكهة للكيكة. الحين راح نرجع القطع هادو، لما نعمل بهالطريقة ما نحتاجش نقص من الكيكة نفسها. راح نحط الفراولة، وهي تعتبر كمان من الكيكات الأوروبية أو الفرنسية الفخمة كتير، وحتى في سعرها وهيك غالية، لكن شفتوا أنه لما لو تجهزوها في البيت مش راح تكلفكم كتير، لأنه المبدأ تاعها هو كيكة إسفنجية، وشفتوا ما فيش أسهل من الكيكة هذه اللي كيف عملناها. وعندكم الكريم باتيسير اللي تتحول لكريم موسلين بعد ما تبرد، نخفق الكريم باتيسير ونبدأ نضيف لها في الزبدة. فهون راح نضيف الكريم موسلين وندخلها شوي شوي، فمشي مليح الكريم موسلين، مشيها هيك مع حبات الفراولة وعندي هون كمية من الفراولة راهي مقطعة. مشان هيك يسموه الفخيزي، يعني لي فخاز جاي من كلمة فخاز اللي هما الفراولة. وبحط كمية كمان من الكريمة، وشايفين كيف ليجير يعني كيف خفيفة هذه الكريمة لما تتعامل على أصولها، وشايفين الكريم باتيسير كيف حضرناها وهيك، فالكريمة كتير خفيفة ولونها فاتح، لو عملتها بصفار البيض تطلع لي صفرة، تطلع لي لون يعني غير هذا اللون الحلو. ونجي هون نسكر على كل بين الفراولة والقطع الفراولة اللي حطيناهم في الوسط. انا هون راح اضيف الكمية الثانية تاع الكيكة، بسكر بيها ونضغط مليح حتى لو مش راح تخربي الكيكه ما تخافيش، بس بدك تضغطي مليح لا تلزق. ممكن نسقي شوي كمان،
وراح نضيف كمية قليلة بس ماسكي، يعني نغطي بها وش الكيكة. وإذا ما عندكمش هذا اللاسيتات اللي أنا حطيته، ممكن تستعملوا البلاستيك اليمونتير، هو هذا البلاستيك الغذائي، فيك تلبسي الصينية كلها وبعدين تكفي الخطوات مثل ما عملت هنايا. أنا راح مضطرة نحطها في الثلاجة، لازم تبرد، فنحطها في الثلاجة كيكة الفراولة، وزينتها أنا بطريقتي